هذا وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتحويل ما قيمته 400 مليار سنتيم من نفقات الاحتياط إلى ميزانية وزارة الصحة في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا. وحسب ما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن رئيس الجمهورية قد وقع مرسوم رئاسي يقضي بتحويل ما قيمته 370 مليار من ميزانية التكاليف المشتركة المسجلة في نفقات الاحتياط إلى ميزانية تسيير لوزارة الصحة. كما وقع رئيس الجمهورية مرسوم ثاني يقضي بتحويل 38 مليار سنتيم من ميزانية نفقات الاحتياط إلى ميزانية تسيير لوزارة الصحة في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا. هذا كما قرر أعضاء الحكومة التبرع بشهر من رواتبهم لفائدة حساب التضامن كوفيد-19 المفتوح لهذا الغرض. وأشار بيان صادر عن الوزارة الأولى أمس أن الخطوة جاءت رغبة من الوزراء في المساهمة ضمن الجهود الوطنية للحد من آثار الأزمة الصحية على المواطنين، مضيفا بأن الحكومة تسعى لأن تكون هذه المبادرة انعكاسا لروح الأخوة والتضامن والمساعدة الاجتماعية المتبادلة التي يتميز بها الشعب الجزائري.